ثورة الحرية، ثورة الفاتح من نوفمبر المجيد التي هزت كيان محتل غاشم بفضل شعب باسل كان سلاحه الوحيد هو إيمانه بعدالة قضيته، فسطر أعظم ثورة تحريرية في العالم، أكثر من 1.5 مليون شهيد. الثورة الجزائرية بما قدمت من منجزات في تحرير الإنسان أصبحت محل إعجاب كل قوى العالم. سد الثورة المجيدة تفجر مدوياً في القارة الأم إفريقيا، لتسير الدول الإفريقية المحتلة على درب الجزائر، فكانت الثورة في غينيا بيساو والرأس الأخضر بزعامة أميلكار كابرال الذي أكسب الجزائر اسم قبلة الثوار، والثورة في جنوب إفريقيا ضد سياسة التمييز العنصري الأبارتايد بقيادة الزعيم الإفريقي والعالمي نيلسون مانديلا. I received my military training here. لقد تلقيت تكويني العسكري هنا. Because Nigerian army that made of me a man. الجزائري هو الذي جعل مني رجل. شرارة التحرر التي أطلقتها الجزائر وصل صداها إلى آسيا، فكانت ثورة الفيتنام ضد الجيش الأمريكي بقيادة هوشي مينه والجنرال جياب، ودوت في أمريكا اللاتينية ضد الاحتلال الإسباني والإمبريالية الغربية، لتصبح ثورة نوفمبر المجيدة لسان زعماء الحرية هناك على غرار تشي غيفارا البطل الثوري العالمي وزعيم كوبا فيدال كاسترو. واليوم ورغم مرور 70 عاماً على ثورتنا المجيدة، لا تزال الجزائر ملهمة لكل صاحب قضية عادلة، وليس هناك ما هو أعدل من القضية الصحراوية، قضية آخر مستعمرة إفريقية التي جابهت الاستعمار الإسباني وانتصرت عليه، وهي اليوم تجابه الاحتلال المغربي، والقضية الفلسطينية الجرح العربي الغائر، وهي تواصل الاستلهام من تاريخ الجزائر الغني بالمآثر والنضال في حربها الراهنة اليوم ضد الإبادة الصهيونية في غزة. كل الثورات وحركات التحرر في العالم التي اندلعت منذ 50 القرن الماضي كانت تحاكي الثورة الجزائرية في أدق تفاصيلها، محاكاة برهنت أن ثورة نوفمبر كانت ولا تزال وستبقى إلى الأبد ملهمة الشعوب الحرة وكل أحرار العالم.